بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ محاضرتنا على بركة الله، المحاضرة الثامنة اللي راح تكون تحت عنوان Handling Drilling Fluid Products and Cuttings، يعني كيفية التعامل مع مواع الحفر أو المواد اللي حقيقة تنتج من مواقع الحفر، وأيضا التكسرات الأخرى. في هذه المحاضرة راح نبدي بتوصيف وإدارة سوائل الحفر زين والنفايات اللي تنتج عنها. هذه المحاضرة تصف العمليات لمشغلي النفط والغاز من أجل حقيقة تقييم وتوصيف سوائل وفضلات الحفر وتطوير طرق لإدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الحفر اللي تعالج المخاطر البيئية. هنا سائل الحفر وطين الحفر، شنو هذا؟ طبعا هناك العديد من أنظمة سوائل الحفر المستخدمة في صناعة النفط، بما في ذلك أنظمة المياه العذبة والمياه المالحة والزيوت والمركبات الصناعية وأنظمة السوائل الهوائية اللي عادة تعمل مع الهواء والرغوة. وكثير ما يستخدم مصطلح الطين المد بالتفاضل مع مصطلح الفلويد الماء، ويستخدم مصطلح المد الطين بسبب الاتساق الكثيف لنظام السوائل. بشكل عام يتم استخدام سوائل الحفر في صناعة النفط لمساعدة الأدوات اللي مسؤولة عن الحفر واللي يتم أثناء حفر الآبار. شنو هي الوظائف الرئيسية لسوائل الحفر؟ وتتضمن ما يلي: حمل ورفع تكسرات الحفر، تبريد وتنظيم لقمة الحفر اللي هي حقيقة نسميها البيت، والحد من الاحتكاكات، وأيضا الحفاظ على استقرارية التجويف، والحفاظ على الضغط الهيدروستاتيكي في قاع البئر ليكون غير ضار للتكوين. زين، الآن إذا أجينا على مواقع الحفر، تحتوي هنا مواقع الحفر على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية المتخصصة اللي يسموها الأديتيفز، المضافات، ولكل منها غرض مختلف. فمثلا نوع يقتل البكتيريا ويعدل درجة الحموضة، أيضا السيطرة على اللزوجة وتقليل فقدان الماء في التكوين ومنع تآكل المعدات. يتم أيضا تعديل المواد المضافة في سوائل الحفر وفقا للظروف الفيزياء-كيميائية للتكوينات الجيولوجية اللي تتغير دائما مع العمق، كما يجب أن لا تكون سوائل الحفر خطرة على البيئة وأيضا خطرة على الموظفين. عادة ما يتم صياغة سوائل الحفر في الموقع عن طريق مزج الإضافات اللي هي الأديتيفز في خزان تخزين مخصص، أو بشكل أقل تفضيلا عن طريق إعداد حوض أو حفرة داخل موقع الحفر. زين، شنو هي نفايات سائل الحفر؟ هنا بعد اكتمال أنشطة الحفر يصبح المائع المستخدم ملوث بمواد التكوين، والنتيجة النهائية هي حجم كبير من النفايات السائلة والصلبة اللي يجب علينا إدارتها. تعتمد الكمية المحددة من نفايات سائل الحفر المنتجة على عوامل عديدة، بما في ذلك عمق البئر الذي يتم حفره. على سبيل المثال، قدرت أحد الشركات أنه بالنسبة لبئر غاز طبقات الفحم سيكون هناك ما بين 45 إلى 55 متر مكعب من التكسرات الناتجة،
و200 متر مكعب من المائع المصاحب. أوكي، شنو هي أنواع سوائل الحفر؟ سوائل الحفر هي نظام معقد من السوائل القائمة على الماء أو الزيت أو المواد الصناعية، طبعا مع العديد من الإضافات الكيميائية والمعدنية. هنا يتم اختيار السوائل اللي تعتمد على الزيت بشكل عام نظرا لسمات ثباتها ضد درجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى قابليتها على التشحيم واستقرار الحفر، لكنها تميل إلى الأداء البيئي الضعيف، يعني تأثيرها على البيئة عالي من حيث سميتها الإيكولوجية وميلها إلى الاستمرار في أقوام التكسرات. طبعا قد أثيرت مخاوف بيئية بشأن أنظمة السوائل القائمة على الزيت، وخاصة السوائل اللي تعتمد على الديزل، حيث يعتبر الديزل مادة سامة للكائنات الحية المختلفة، وتهدف السوائل الصناعية على استبدال الديزل أو الزيوت المعدنية في السوائل القائمة على الزيت. زين، شنو هي النفايات المنظمة؟ هنا يجب استخدام سوائل حفر بطريقة تمكن من القيام بأنشطة الحفر بكفاءة وفعالية، ولكن أيضا بطريقة تقلل من توليد النفايات وتحمي البيئة من الآثار السلبية، وتعرف النفايات الخاضعة للرقابة بأنها النفايات التجارية أو النفايات الصناعية. توصيف نفايات سوائل الحفر. هنا من أجل تحديد فيما إذا كانت نفايات سائل الحفر بالإضافة إلى التكسرات منظمة وقابلة للتتبع، يجب أن تتميز المادة بتقييم فيما إذا كانت تحتوي على مركبات أو ناتجة من عمليات كما هو موضح أدنى. أولاً، المحاليل الحامضية والأحماض في شكل صلب، على سبيل المثال إذا تم الحفر في التربة الحامضية. ثانياً، المحاليل والقواعد الأساسية اللي هي القلوية أيضاً في شكل صلب، على سبيل المثال إذا تم إضافة مادة كبريتيد البوتاسيوم. عندنا أيضاً الإيثرز أو الأثيرات، وعندنا رابعاً الزيوت المعدنية غير العضوية مثل إضافة كبريتيد البوتاسيوم، وخامساً أملاح غير سامة على سبيل المثال إذا تمت إضافة كلوريد البوتاسيوم، وسادساً المخاليط والمستحلبات الزيتية والماء أو الهيدروكربونات، ومخاليط ومستحلبات الماء المذيبات العضوية بخلاف المذيبات الهالوجينية، بما في ذلك على سبيل المثال الإيثانول. سابعاً، عندنا الفينول ومركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول، وأخيراً العوامل النشطة على السطح، المواد الخافضة للتوتر السطحي أو الشد السطحي اللي تحتوي بشكل أساسي على مكونات عضوية، وإن كانت تحتوي أيضاً على معادن ومواد أخرى غير عضوية. زين، ما هي مآخذ الخطورة البيئية في مخلفات مواقع الحفر؟ هنا بالإضافة إلى خطورة توصيف النفايات الموضحة سابقاً، يجب مراعاة معلومات المخاطر البيئية لكل مادة مضافة تستخدم في صياغة سوائل الحفر من قبل مشغلي النفط والغاز، ويجب أن تشمل معلومات المخاطر البيئية ما يلي: أولاً، التركيب الكيميائي. ثانياً، الخواص الكيميائية اللي تشمل الأس الهيدروجيني، محتوى المواد الصلبة، الخصائص المستحلبة، قابلية الذوبان في الماء إلى آخر. ثالثاً، المصير البيئي والنقل.
رابعا السمية البيئية بما في ذلك المزمنة والحادة، وخامسا التحلل الحيوي تحت الظروف الهوائية واللا هوائية، والنظر في أي خطر أو في خطر أي مستقلبات، وعندنا سادسا إمكانية التراكم الأحيائي، وأخيرا المسار المعتبر هنا المسار المحتمل للمستقبلات الحساسة وبيئة الاستقبال. أوكي. عندنا بالإضافة إلى مواقع الحفر عندنا ما يسمى بتكسرات الحفر اللي هي drilling cuttings. عادة ما تتم إزالة هاي التكسرات اللي هي تكون على شكل مواصلة بدقيقة وأيضا كبيرة من السوائل الحفر عن طريق الترشيح والفصل على التوالي، ويمكن أن تحتوي على ملوثات تأتي من الإضافات الموجودة في مائع الحفر أو التكوينات الجيولوجية اللي يتم حفرها. وبناء على ذلك هنا يجب على مشغلي النفط والغاز إجراء تقييم لتكسرات الحفر وفقا للمعايير الواردة في حماية البيئة الوطنية، حتى نحدد ما إذا كانت المادة مناسبة لأي استخدام أو إعادة استخدام مقصودة من قبلنا، أو يتم التخلص منها في مكبات النفايات. شلون تجري عملية إدارة نفايات سوائل الحفر والتكسرات؟ هنا يجب أن تتضمن تطبيقات النفط والغاز، حيث أنه يتم حفر الآبار كجزء من المشروع. يجب أن تتضمن خطوات التوصيف والتقييم الموضحة اللي أشرنا لها سابقا، واستراتيجية الإدارة المقترحة. طبعا سيساعد هذا على تقييم العرض وتطوير الظروف الخاصة بالموقع لإدارة الآثار البيئية المرتبطة بالتعامل مع سوائل الحفر والتكسرات، وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص منها بما في ذلك معايير التصميم والبناء لرأس الحفارة البت وللأحواض زين طبعا والبحيرات اللي هي اللي يتم اقتراحها. إدارة نفايات سوائل الحفر والتكسيرات، إن وضع الشروط اللازمة لإدارة هذه المسألة سيفيد المستفيدين، لأنهم سيكون لهم يقين بشأن التزاماتهم القانونية فيما يتعلق بإدارة سوائل الحفر. طبعا اعتمادا على المخاطر البيئية، على سبيل المثال إذا كانت سوائل الحفر أو نفاياتها منخفضة السمية وتتحلل بسهولة ويثبت تأثيرها القليل أو الضعيف على البيئة، فقد تكون سوائل الحفر أو التكسرات مؤقتة أي أقل من 28 يوم في السنة التقويمية، المخزنة في أحواض، ويكون التخلص منها أو استزراعها في الموقع ممكن بشروط ترخيص خاصة، طبعا خاصة بالموقع نفسه. يمكن أيضا استخدام نفايات سوائل حفر أو تكسرات أما من قبل شركة النفط أو طرف آخر. إدارة نفايات سوائل الحفر والتكسير، بالإضافة إلى وجود معايير محددة لقبول النفايات، لا يسمح للعديد من مدافن النفايات أو المكبات بقبول النفايات السائلة، من نقول سائلة أي محتوى رطوبة يزيد عن 30%. إذا فعلوا ذلك فسيتم ذلك إلى منشأة أو في منشأة للتخلص من النفايات السائلة وليس في مدافن النفايات. في حالة التخلص من سوائل الحفر أو التكسرات الحفر، فيجب مراعاة معايير قبول النفايات لكل مكب، فقط لمدافن أو مكبات نفايات معينة تملك موافقات لاستلام والتخلص من النفايات الخاضعة للرقابة، وستكون لمشغلي المكب هذه متطلبات محددة
نوع النفايات اللي يمكن أو لا يمكن استلامها والتخلص منها في الموقع. هذا كان السلايد الأخير، شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، وألتقيكم في محاضرة قادمة إن شاء الله.